فقرتنا دي حضراتكم هنتكلم من خلالها عن الاولمبياد الخاص المصري ودوره المهم الكبير اللي بيقوم بيه في دعم ذوي الهمم من الفئه اللي احنا بنحترمها جدا وبنحترم كفاحها الحقيقه. بالمناسبه امبارح يوم 3 ديسمبر كان اليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقه، هنتكلم في الفقره دي عن الاولمبياد الخاص ومبادره المدارس الموحده والاستعدادات للبطولات العالميه القادمه ان شاء الله مع دكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. وفقره جميله لان انا وكريم بنحب جدا الملف ده وبندعمه بقلبنا يعني بجد، وقناه النادي الاهلي وتحديدا 10 الصبح كمان احنا تقريبا كل شهر عندنا يعني طبعاً الملف ده بنتداوله. قبل اي حاجه خليني اتكلم مع حضرتك بس ونوضح للساده برضو المتابعين، احنا بنتكلم هنا عن الاولمبياد الخاص اللي هو الذهني، الباقي ده بيبقى اسمه اللي هي اللي هي الهيئه بقى نفسها او البارالمبيكس، ده موضوع تاني عشان بس الناس تبقى النقطه دي عندها واضحه. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك برضو للعدد قد ايه عندنا من الاعاقات الذهنيه، عدد ابطالنا في العموم قد ايه، وبعد كده نخش بقى للتفاصيل. تحت امر حضرتك. هو الاولمبياد الخاص زي ما حضرتك تفضلتي هو بيعني بالاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه على مستوى جمهورية مصر أو على مستوى العالم، لأن هي مؤسسة دولية لها فرع في مصر زينا زي أكتر من 200 دولة على مستوى العالم. الجزء الأهم في الأمر كمان إن إحنا الفرق ما بين الأولمبياد الخاص والمسابقات التي تقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية، اللجنة البارالمبية بتهتم بباقي الإعاقات اللي هي بتتمثل في الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، كف البصر، وفي بعض الكلاسات البسيطة خالص للذهن. يعني في بعض المسابقات القليله قوي 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 بتنظمها اللجنه البارالمبيه لذوي الاعاقه الذهنيه، انما الاولمبياد الخاص هو القضيه بتاعته ذوي الاعاقه الذهنيه. ده في الاساس. مين هو الشخص ذوي الاعاقه الذهنيه؟ الشخص اللي هو عنده فرق ما بين العمر الزمني والعمر العقلي، هو المصطلحين مش بعيد عن بعض، بس خلينا نقول ان العمر الزمني ده بيقاس بتاريخ الميلاد. انا تاريخ ميلادي 1/1 ده العمر الزمني. عمري الزمني من يوم تاريخ ميلادي لغايه النهارده سي مثلا انا بس عندي، بس في ناس يبقى عندها سن والعقل بالزبط في حته ثانيه. اللي بيحدد زي ما حضرتك اتفضلتي اللي هو العمر الزمني والعمر العقلي، ده اللي بيحدد الجاب ما بينهم واللي بيحدد الفرق ما بين الاثنين حاجه اسمها اختبار الذكاء والاي كيو، وده حاجه معامل دولي معروف على مستوى العالم، هو اللي بيحدد اذا كان الشخص ده عبقري او فذ، أو الشخص ده مدريت مستوى الذكاء بتاعه مستوى طبيعي، أو إذا كان الشخص ده في فرق ما بين عمره الزمني وعمره العقلي بالماينس فيعتبر من ذوي الإعاقة. بس هل ده الاختبار الوحيد يعني؟ لأن مش أي حد بيعمل آي كيو يعني. أنا ما عملتوش قبل كده. ما هو نتيج بتحصل مجموعة من الظواهر. بتحصل مجموعة من الظواهر. مش محتاجين في حالتي أنا مش محتاجة. أو في حالتي أنا يعني. ومصاريف وتكاليف وعملية واضحة. لا يا فندم لا، هي طبعا هي فضل بيبقى بعد اذن حضرتك بيبقى في مجموعه من الظواهر بتبقى موجوده عند الشخص اللي بتخلينا نحتاج او لما بيلجا للرعايه الطبيه او لما بيلجا لطبيب، الطبيب بيوجهه ان هو يعمل الاختبار بتاع الذكاء، وفي مجموعه من الاختبارات الثانيه الاختبارات النفس حركيه واختبارات للتواصل مع الاخرين، في اختبارات كتير يعني أوي ده أوي. اختبار اللي احنا عايزين نقوله يعني اللي هو اذا ماست يعني صح ضروري يعني ما فيه لازم يتم ضمن مجموعه اختبارات، بس هو ده الاساس فيهم ده اللي بيتم عليه الكور فيهم بالظبط كده. بتبقى ابسط الامثله بيبقى فيه مشكله في التواصل ما بين الولد وما بين اللي حواليه في السن الصغير سن 3 سنين، لما الولد بيبدا يتكلم بيبقى فيه شويه تاخير في النطق، بيبقى فيه شويه الناس بتتكلم معاه او بتحاول ان هي تكلم الولد او البنت ما بتردش، بس ده ليه اسباب فيه اخرى بيبقى فيها اللي هي التوحد والحاجات اللي زي كويس كده. بنبدا نخش في المدرسه بيبقى فيه تاخر دراسي، الولد مش متوافق مع زمايله في المدرسه في المناهج اللي هم بيدرسوها فما بينجحش فما بيستجبش، فممكن يكون عنده الـ ADHD اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركة. أكثر من نموذج للإعاقة الحركية كلها بتتحد فبيتم عنها زي ما قلت لحضرتك بمقياس الذكاء أو اختبار الذكاء، بالإضافة إلى مجموعة من الاختبارات التانية في التواصل والتكيف وقياس المهارات الحركية الوظيفية عند الطفل و إلى آخره. هل عشان كده بقى في حاجة اللي هي مبادرة المدارس الموحدة عشان التفصيل اللي حضرتك تفضلت بيها دي؟ بالظبط. خلينا نوصل لحاجة تانية اللي هي المبادرة بتاعت المدارس الموحدة دي حاجة كده يعني إيه عشان تدوب الفرق.
خلينا نقول او نعترف ان فتره من الفترات كان في ذوي الاعاقه في جانب والاسوياء او اللي من دون الاعاقه في جانب. لو قلنا على دول ذوي الاعاقه اللي هم عندهم اعاقه، ونقول على دول ان هم من دون اعاقه اللي هو باسم. وانت بتدلعني بتقول لي يا سوي، لا انا من دون اعاقه وهو عنده اعاقه. خلينا نوحد المصطلح ما نجملوش كتير يعني. الجزء الثاني من القضيه حضرتك ان احنا فين؟ رايحين للمستوى الاهم، المستوى بتاع ان الشخص ده يبدا ندمجه في المجتمع. طيب اكتر حاجه ممكن يندمج بيها الفرد ده في المجتمع ايه؟ اللي هو من ذوي الاعاقه. استخدمنا الرياضه، استخدمنا المدارس بحكم ان فيها اعداد كبيره نفس السن، نقدر الرياضه تدوب الفروق ما بينهم، تقدر تدمجه، تقدر تخليه يحس بثقته في نفسه، تقدر تخليه يتعرف على اشخاص جداد، تقدر تخليه ينال اعجابهم، تقدر تخليه يقدر يمارس رياضه معاهم، يتكرم، يسقفوا له، يباركوا له، يرجع بيته واثق من نفسه نتيجه ان هو بقى فرد عادي خالص في المجتمع.